السلام عليكم. اليوم نزلت فيفا 23. لا ما نزلتش انا، كيف شريتها؟ لان عارفين الفلوس على قدنا اخونا، هي نزل لها اسبوع واحنا نزلوا توا. عادي ان تصل متاخرا خير من مش عارف مية بنية. حطوا زر لايك اشتراك وخلونا نخش في المقطع. شوفوا معي انتم قيموا اللعبه. اول حاجه هبل الكلاسيكو الاسطوري. ايه حيصيروا مكية. هل ينجح الفريق؟ انتظرونا لمتابعة احداث هذه المباراة ومعرفة الاجابة. والله لا هبل اللعبة زي الواحد، طب قيموا اللعبة نتاعها ان شاء الله يطلع زي الواحد. مشاهدينا متابعينا الكرام اينما كنتم، هبل شوف الخشة، شوف مع الحدث الكروي الابرز في السنة. والله لا مليحة هلبة هيك الشيء. برشلونة وريال مدريد لمة النجوم، لقاء يقسم الكرة الأرضية. والله لا نديرو تخطي لنا ما نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم ونبدو. برشلونة تشعل المدرجات وتجعل من هذه المباراة أكثر. أيوة دمبلي ليفا. لا 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 وينك وينك شو دمبلي. هيا شفت ولا لا؟ لا لا من الاول مربخينا الشباب. قول تاخذني نطيحه دمبلي ما عندهاش. عيشوا في الواحد شوف يا يعني. لا يعني ما جيتش مليح. حارس المرمى في اللقطه الماضيه حاول مخادعته وارسال كره لوب. ما ديما برشلونه عاد هيا ردوا هيا ليفاندوفسكي فرصه. والكره في المرمى عطيه تقدم بهدفين الان بهذه الكره. شوف هيا. شني كان رصيت فوز دنيا صراحة أنا مش طبيعي. أجيبه الله تعبت يا اخي، حرام اللي قاعد يصير فيني يا اخي، حرام. اصبر الشوط الثاني بنبدله بنديره نحطه رافينيا. اصلا رافينيا المفروض اساسي، كيف يحطوا فيه بدل فاتي؟ فاتي حمار، رافينيا خير منه. خد كيسي بدل زمر اصلا وقولوا بسم الله. شوط المباراة الثاني من اللقاء، شوط يحتاج فيه ريال مدريد إلى تقديم أداء مثالي حتى يا بابا يا هو دمبلي. لا تقدم بالكرة فرصة خطيرة. قصدك هيك أنت حمار معاش مبصيل تشوف. ليفاندوفسكي بيجرب اعتراض ناجح للكرة. والله إذا كانت قريبة بس ركز يا تو مثلا برا امشي. تنفيذ سيء للضربة الركنية بتروح لا كرة سهلة. بسم الله المباراة ينطلق من كرة دمبلا والباص سيء عمر عليك. انكي صح انكي والله يا ادريس شوف الى قلبه ممتاز. مهاره عاليه في الانهاء امام المرمى والكره في الشباك. ثلاثه اهداف مقابل لا شيء هي النتيجه الحاليه. قصدك انت هيك انت نظامه. والبسي يا عمري عليك
لك الله اكبر عليك. هاتريك لديمبلي، كيف ما تسالنيش على مني على ريال مدريد؟ كيف ما نعرفش؟ انا بحد ذاتي ما تسالنيش، انا نفسي مش عارف. وربي هذا الجو دو دو ليفا. او اول خصم هو ريال مدريد، انتخبنا منه، ما زلنا الباينر والانتر، باذن الله ننتخب باذن الله. اي لمتابعينا لواحد خونا، ترى كيف صار داروا لنا حكمات، كيف صار حكمات شنو هذا؟ قلت دبره معقوله غلط قللوا من شان برشلونه يلعب بلا. نشوف شوف تو، بسم الله الرحمن الرحيم، انطلقت المباراه. مباراه جميله فيها كل المتعه، ولا نريد لا لا مش من اول هجمه، مش من اول هجمه. سهل الكره تصل، العب بهدوء وبروقان لقدام. وفي الهجوم سيتواجد روبرت ليفاندوفسكي، يلعب في مكان كان سهل الاحتراف هنا. اعطي دي لا يا بدري، لا 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 وزعهم ليه؟ لو قاتل مجرور مو كذا حظي. لو تكلم قليلا عن تاثير وجود اللاعب ليفا ضمن تشكيله دي، ليفا هو كل شيء اصلا، يقدم اداء جماهيري مميز داخل الملعب، دائما متواجد لمساعده زملائه ويلعب للسهل الممتنع. اخذناها صعبه صعبه صعبه. ومع التشكيله الاساسيه لفريق هلبا في حراسه المرمى العملاق، لا شد شد ما يخليش يهرب، هو واب يهرب. لا 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 هديها هديها شوية يا عم، هديها شوية هديها، ولأن مستحيل هذا، هذا اللي تشوف فيه مستحيل، هذا يا رب اقسم بالله تشوف فيه مستحيل. اجري اجري حنو يكسروا عم. يا عمري عليك لك الصح، والله هلبة هدرة، هذا طغى وتجبر على الباير، هذا اللاعب أسطوري. وين هذا؟ وين هتريكات فوق بعض كلها؟ وين؟ نشوف كرة الهدف الجديد، شوف كيف عدى، شوف كيف تجاوز. هلبة شوط أول دين سي لبرشلونة، أنا جايكم بننتقم بننتقم لفريق برشلونة من الباير، وخليهم هم يروح اجري انت يروح. باي ترى تو نبي نمد المكان ليفا، بنحط بيه ديمبلي ونمدد امكاناته وخلاص حق نحطه كيسير. صوت مبحى انا باي. ايوه مية مية. انطلاقة المباراة وتقدم مريح لمصلحه. يا عمو مشكي مش مش اللعب هذا، الشوط الثاني يتغير. ميسي تدخل يسترد هذه الكره بهدوء. لا 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 هذا شنو هذا؟ غوريتسكا اك ليفاندوفسكي، لا والله اللي قريب والله الحرام الله. شوف الجماهير تطلب ديمبلي، والله يا ريتني صوبت معي، والله يا ريتني صوبت. وياتي تدخل مثالي لانهاء الخطوره. الحمد لله التسديده القويه على المرمى لكن بعيده. احتوى اقسم بالله انتهت المباراه وصافرت البدايه لتعلن عن نهايه المباراه وفوز لفريق برشلونه.
نهاية الكلاسيكي واثنين شايلي البرشا. وشوفوا توا كيف حياة بالعب حياة بالعب. تاني انتقام تم بنجاح. مساء الخير عليكم. هكي حكم مش ديبلي حكمة طيح في القدر علاش خلي عندي القدر ونجيبوا في الحكم امتى مبارك الباير والريال ناشين يعرفينهم تعين واحد. بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ في مباراتنا هذه اللي من عطشينها ان شاء الله نقوله ما نخسروش. ركز ليس ورينا نركز ليس المباراة الصعبة وايضا فرصة لتجربة ديون. لا شوط شوط والله ينقصها شوطة بس يا رب يا رب والله لا أبلع هجمة 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 ولا لهلبة يا شتيقة شدة 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 عادي 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 نقدر من جديد. هدف يسجل في الزاوية الضيقة جزء من مسؤولية هذا الهدف تقع على عملية التصدي لو تم التمركز بشكل أفضل. يهو شوط باهي صالح مانشستر سيتي. لا لا قول تاني لا قول تاني لا قول تاني لا اكتب حش دير اي حاجة وليلة منور يا شتيجل بيحطها لوطة بسي قاعد لعبها قلتلك انا بيديرها لوطة. تم الشوط الاول وواحد شي خاسرين ماني شارف علاش يعني بدنا الله نردوها ندخل الكاسي بس لو ينقذنا ان شاء الله ان شاء الله ينقذنا بس وين الكاسي مشاني بدري بالله عليك ما عبتر عنا اقسم بالله لا بسم الله ركز بس مشاهدينا مع ضربات المداء للشوط الثاني من هذا اللقاء كنت ركز يا ليفا شو ألعب جهات فاول خونا ها جهات ها محولة يا رياض محرزك تدير فينا عيل راك اي برا كاسي اعطي لا اعطي برا 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 شدة شدة شو اللي يلعب فيكم مكي محولة يلعب فيكم مكي كم يعطي الافضليه لبرشلونه زمري وضيع زمر الكره بتضيع مره اخرى اعطي 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 لا يا ليفا برا لا شد تفرج انت دخلتي بس تتفرج على مني شد بي فيها الكوره انت برا لا تسمع بقى قدامك عيونك برا لها اعاده اللقطه باستخدام تقنيه خط المرمى ان شاء الله مش جول الحمد لله تتجاوز الخط قرار سليم الحكم المباراه تعرف قريب قريب شنفه اها ها تمت المباراة في هذه اللحظات صافرة نهاية المباراة والبارسا يتكبد مرارة الخسارة مرارة اقسم بالله مرارة هنا وصلنا لنهاية مقطعنا ان شاء الله عجبكم صوتي مبح من العياط ولا صوت ثاني اصلا هنا نكون ان شاء الله عجبكم هنا نكون ان شاء الله عجبكم الله ان شاء الله عجبكم المقطع ما تنساوش لايك وشيرك وكذا تبوا نمط سلسلة مهنة مدرب اكتبونا في التعليقات وكانت هنا هذه مباراة تجريبية تقييمي للعبة 0/10 لأنها خامرة